السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتي، معكم أسماء من قناة أسماء وأحلى الوصفات، اون بوز غوموند افيك أسماء. سمحوا لي على هذه الغيبة، يعني كانت غيبة شوية طويلة. نعتذر من مشتركاتي ومن متتبعية، ونشكركم على الرسائل تاعكم. واليوم إن شاء الله حنديروا مع بعض مقارون بصوص طومات بصدر الدجاج، مقارون رائع بنين. كما شفتوا أنا هنا خديت صدر الدجاج قطعته إلى قطع صغيرة، خديت زوج حبات طوماطيش كرفشتهم، زوج وريقات رند، طوماطيش تاع باطا، هنا فلفل حار اختياري، هنا عندي راس متوسط من الثوم اللي كنت سكرفشتو ولا عبزتو كما تقدروا تدرسوه. بالنسبة للتوابل عندنا الملح، كما تقدروا تعوضوا الملح بمرق الدجاج. من بعد عندنا الكركم، عندنا فلفل عكري، فلفل كحل، وانا نحب نستعمل الخليط من الحشاوش اليابسة. هنا خديت لوريغان مع لو بيرسيل، يعني الزعتر البري مع المعدنوس المجفف. وهنا اكيد خديت مقارون، انا خديت هذا النوع وانتوما خدو النوع تاع لي بات اللي يساعدكم. كنت غليته بنسبه 70%، ما تغلوش 100% لانه راح يزيد يطيب لنا مع لاصوص ويتشرب هذيك لاصوص طومات. انا هنايا استعملت لا كوكوت لانه كنت فيه مغاوله، سخنت شويه دجاج، عفوا سخنت كميه لاباس بها واحد 3 مغارف كبار من الزيت. من بعد حطيت هذوك الطريفات تاع صدر الدجاج اللي كنت قطعتهم الى قطع صغيره. حبيت برك هنا ناكد لكم، ماشي لازم تستعملوا صدر الدجاج، تقدروا تستعملوا الجنيوحات، تستعملوا الرقبه، تستعملوا الفخذ، الحاجه اللي تحبوها واللي تساعدكم. انا شخصيا نحب نستعمل صدر الدجاج لانه يجي ساهل في الماكله، حتى الدراري يجيهم ساهل، يعني ياكلوه بلا ما ينقيو. وكيما قلت لكم ديروه بالجنيوحات، الحاجه اللي متوفره عندكم في البيت. من بعد ما قليت هذوك الطريفات تاع الدجاج كيما شفتوا قليتهم وطلقوا شويه هذاك الماء، فهذاك الماء تاعهم ضفت هذيك راس تاع الثوم اللي قلت لكم كنت سكرفشتو. نقليو الثوم تاعنا لبضع ثواني برك، بالك وهنا الثوم تنحرق لكم، اذا تحرقت راح تعطي ذوق ماشي مليح وتعطي مراره لاصوص تاعنا. من بعد ضفت عليها كيما قلت لكم زوج حبيبات طوماطيش متوسطين اللي كنت سكرفشتهم، راح نضيف عليها زوج مغارف كبار من الطماطم المصبره ولا لا طوماط كونسونطري، يعني زوج مغارف يكونوا مليح معمرين. نحركوها شويه هكذايا باش نحلو هذيك الطماطم المصبره. وكما قلت لكم انا استعملت لا كوكوت لانه كنت شويه مغاوله، تقدروا تستعملوا طنجره عادي وتخلوا المريقه تاعكم تطيب على غرضها، لكن اذا كنتوا اخوات عاملات ولا يعني دخلتوا دقيقه الاخرى للدار هذه الوصفه راح تساعدكم، لانها وصفه خفيفه كما شفتوا ما تطلبش بزاف وقت. ضفت عليها زوج وريقات تاع الرند، انا نحب نضيف عليها مكعب من مرق الدجاج، وهذا يرجع لكم تقدروا تستغناو عليه وتضيفوا الملح في مكانه، لكن صراحه مرق الدجاج يعطي بنه صلصه الطماطم. انا نفتتوها هكا بهذا الشكل، من بعدها نبدأ بإضافة التوابل. أولا نضيف ملعقة كيما شفتو خديت يعني نكيل مغرفة صغيرة تاع قهوة، ندير مغرفة صغيرة ماشي معمرة مليح تاع فلفل عكري ولا بابريكا، اللي يحب الحار يقدر يضيف فلفل دريس. راح نضيف عليه ملعقة صغيرة تانيك ماشي معمرة من الكركم، صدقوني الكركم بزاف مفيد للصحة تاعنا ويعطي ذوق رائع في لاصوص طومات هذه. نضيف عليه يعني غير واحد ربع مغرفة برك تاع فلفل كحل، كيما تقدروا تعوضوا بفلفل ابيض اذا ما تحبوش فلفل كحل ولا اذا يضركم فريستو تاعكم. احنا راح نبدا نضيف في الاعشاب المجففه، كيما قلت لكم نستعمل شويه من المعدنوس وهذا اختياري، عندكم ضيفوه ما عندكمش ما تضيفوهش، وشويه من لوريغون ولا من الزعتر البري. اللي ما عندهاش الاخت اللي ما عندهاش يعني هذا الزعتر البري وما عندهاش هذا المعدنوس تقدر تعوضهم بالزعتره ولا لوتان. نحركهم شويه، من بعد نخلي لاصوص طوماط تاعي على نار هاديه، نخليها تتقلى لمده لا باس بها، لمده من 5 حتى 10 دقائق، خلوها تتقلى لكم مليح وتسبك حتى هذيك الزيت تطلع من الفوق. من بعد في هذه المرحله ضيفوا عليها واحد كويس برك كاس تاع الماء سخون، ما تكتروش بزاف الماء والا لاصوص طوماط تاعكم ولا لاصوص تجيكم جاريه وما تجيكمش بنينه.
انا نسيت ما ضفت عليها حاجة مهمة، نضيف عليها ملعقة صغيرة ماشي معمرة مليح تاع السكر، لان السكر هو لينحي حموضة صلصة الطماطم. ما تنساوش ضفنا طماطم مصبرة، طماط كونسنتري، يعني راح تكون فيها شوية هذيك لاسيديتي. باش نحو لاسيديتي نضيفو هذيك مغرفة تاع السكر. انا كيما راكم تشوفوا هنايا فوالا لا صوص طوماط تاعي، بعد ما غلقت عليها لا كوكوت واحد 5 دقائق برك، بما انه عندي صدر الدجاج، وصدر الدجاج ما كيما نقولوا ما فيهش الروح، غلا طاب. وما زدتش ضفت عليها الماء كامل، كيما شفتوا اختارت لي شويه. لا صوص تاعي راهي خاتره، ما راهيش جاريه في هذه المرحله. انا كان لازم نضيف لها هذيك القرن تاع الحر، ولا هذيك فلفله حره، انا نسيت ما ضفتهاش. ضفت المقارون تاعي اللي قلت لكم كنت غليته بنسبه 70%، ما تغلوش بنسبه 100%، والا راح يتعجن لكم وما يكملش يشرب لكم هذيك المريقه. انا كيما شفتوا نسيت ما ضفتش الفلفل تاعي، ضفته دوكا، لكن كان المفروض نضيفه يغلي لي شويه مع لاصوص. كيما قلت لكم خليتها غلات لي واحد 5 دقائق برك حتى شربت هذيك لاصوص، ويعني صدقوني احلى مقارون ولا احلى طبق صيفي. يعني يستاهل التجربه، ويستاهل انكم تطيبوه وتذوقوه. وكما العاده ما تنساوش تشجعوني، ما تنساوش التعليقات، ما تنساوش بارطاجي لا فيديو. وانا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ودعاء.